يا اخوان نذكر انفسنا وياكم بان هذا الوقت يعني وقت الله ينزل فيه، ووقت قضاء الحاجات، ووقت تحقيق الامنيات. وانا ودي الاخوان اذا يسمعون في كنترول، شباب هل في مجال نفتح اتصالات ولا السبيكر مو موجود؟ ما ادري. للحين السبيكر موجود، موجود في السماعه موجود، اي كل شيء كان جيبه اتصال نجيب. طيب تمام، احنا المفروض ننبه للناس قبل، لكن بنقول اذا جاء اتصال زين، ما جاء المفروض ننبههم من قبل. على العموم الاتصالات مفتوح وضعها، لكن ممتاز ممتاز. طبعا ان شاء الله انه الاحد باذن الله حلقتنا بيكون فيها بشاره للوقف باذن الله. يا سلام. وباذن الله فاحنا يا اخواني الان. وش فيك؟ اشوى احس بيسوي شيء، تاشرتوا مع بعض، شو السالفه؟ لمبه ان شاء الله ولا لمبتين؟ يا رب يا رب باذن الله الخير يجيكم باذن الله. بس خلونا نشد حيلنا مع بعض ان شاء الله، ونتساعد مع بعض ان شاء الله، ونبي نوصل لنتيجه طيبه. وان شاء الله انه الاحد يعني حافل بالمفاجات اذا الله احيانا. فالاتصالات اللي